وللحديث عن الأوضاع الأمنية في العراق ومحاولات عسكرة المدن وسط زيادة نفوذ الميليشيات، معنا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. حياكم الله. كيف لقوات أمنية أن تقتحم منزل مواطن بهذا الشكل في النجف وتختطفه وتسرق أمواله دون أن تتحرك السلطات للتحقيق على الأقل في الحادثة؟ الكريم، الأمن من أهم أولويات استراتيجيات بناء الدول. نعم. فهو يعني الحياة والطمأنينة والاستقرار. نعم. ومن أهم ركائز الحقوق والواجبات المهنية. أما في العراق المتأملش سلطويا فهذه الجريمة وما سبقها وما سيتبعها، نعم، والتي تستهدف الفرد والمجتمع والممتلكات تندرج تحت عنوان مخرجات الاحتلال والنظام المحاصصاتي. فجميع ما تسمى بالمؤسسات الأمنية بمختلف مسمياتها هي تتحرك وتعمل وفق توجيهات حزبية ومصالح ميليشاوية. نعم. لذلك منتسبيها يتصرفون وفق ما يخدم مصالحهم ومصالح أحزابهم وميليشياتهم دون رقيب أو حسيب. ومفردة التحقيق هنا تستخدم للتسويف وليس لكشف المجرم وجرمه، لأن الجميع مشارك أو متغاضي أو متستر. طيب، وقوع جرائم أصحابها يرتدون زي القوات الأمنية ويركبون سيارات حكومية، يعني إلى أي مدى يعطي مؤشرات بحالة انفلات هذه القوات؟ حالات الانهيار الأمني هو أن تنفذ الجريمة بعنوان المؤسسة الأمنية وتكون معاول الجرم أدوات السلطة الأمنية، وأن ترتقي الجريمة أخي الكريم لمرحلة الاستمرارية والشمولية، وهذا لا يحدث إلا إذا كان مجرم يتمتع بغطاء حكومي. نعم. لذلك تصرفات هذه القوات المتأملشة سلوكا هي إحدى مؤشرات الانفلات المؤسسي لهذه القوات، والذي نتج عنه متاهة أمنية سادت المجتمع العراقي بأكمله. ومن هنا نرى أن هذه القوات تنتهك حرمات المواطنين وتنفذ جرائمها بلباس حكومي وسيارات المؤسسة الأمنية، وهذا هو أحد إفرازات أحزاب السلطة وميليشياتها. طيب، كيف أيضا أثر تغول هذه الميليشيات وانضوائها في القوات الأمنية والعسكرية على عقيدة هذه القوات والجرائم التي تقوم بارتكابها ضد المدنيين؟ أخي، ملف الأمن في العراق المحتل منذ عام 2003 حاله وحال باقي الملفات. نعم. خضع لقاعدة المحاصصة المقيتة ومفهوم التغول اللاشرعي من قبل الأحزاب والميليشيات. لذلك المؤسسة الأمنية العراقية استهدفت ثم اجتثت لتشكل على أسس طائفية ميليشاوية، مما جعل هذا الغزو الميليشاوي لهذه المؤسسة الأمنية يؤثر على مهنيتها وسلوك تصرفات منتسبيها. نعم. وبالتالي تستبدل العقيدة الأمنية بالفكر الطائفي والسلوك الميليشاوي بغطاء مؤسساتي. نعم. وليشتت أيضا القانون ويحل محله شريعة الغاب، ولتتسع دائرة الضحايا المدنيين وجغرافية إقناعهم. نعم. الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات الأمنية والميليشيات، يعني الحكومة تدعي أنها حالات فردية، يعني لماذا لم تنشر الحكومة أي من التحقيقات التي ترتكبها هذه القوات المجهولة ربما، ولا سيما التي ارتكبت مؤخرا في ديالى، وتحاسب المسؤولين عنها وتعلن أن هذه الجهة وهذه الجماعة المسلحة هي من اقترفت هذه الجرائم في محافظة ديالى على الأقل؟ بالتأكيد الحكومة تدعي وغيرها. نعم. لأنه قيد بين عقيدة السلطة ومفهوم الأمن. والمؤسسات الأمنية وقادتها جاءت من رحم الأحزاب الطائفية الحاكمة للعراق، لذلك سلوك هذه المؤسسات وتصرفات قادتها ومنتسبها هو انعكاس لأيديولوجيات هذه الأحزاب وعقيدة الميليشيات. وما ارتكب ويرتكب من جرائم سواء في النجف أو ديالى أو بغداد أو عموم العراق، نعم، هو بعلم قادة هذه المؤسسات المتحصنة حزبيا وميليشاويا. ومن هنا مفهوم التحقيق فيها هو مجرد عنوان خالي من المفهوم بعد تغييب الأدلة والبراهين لتمرير الجريمة وإفلات المجرم. نعم. يعني إلى أي مدى تحتاج القوات الأمنية اليوم إلى إعادة هيكلة وفك ارتباطها بالأحزاب والميليشيات؟ أخي الكريم، مكونات الأمن تعتمد على توجيهات السلطة وخطط القائد وتنفيذ المرؤوسين، وغاية الأمن المجتمعي هو درء الخوف والإرهاب عن المواطن وحماية أمنه وممتلكاته. ومن مبادئ الاستدلال عن المجرم هو إذا أردت أن تتعرف على المجرم الحقيقي تبحث عن المستفيد من الجريمة. نعم. فلو سقطنا ثلاثية المكونات على غاية الأمن ومبادئ الاستدلال واستوضحنا عائدية هذه المؤسسات الأمنية وولاءتها،
سنرى أن مفهوم الهيكلة لا ينطبق عليها، لأنها منظومة فساد متكاملة بجميع أركانها ومخرجاتها، والحل الوحيد هو الخلاص من المتسبب الرئيسي وهو الاحتلال وما نتج عنه من نظام محاصصاتي مميت تسبب بتدمير العراق وإنهاك العراقيين. وبخلاف هذا هو مضيعة للوقت والجهود والثمن دماء العراقيين وأمنهم. من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.